صالح، ونعود إلى شمال غزة حيث كان معنا قبل قليل مراسلنا إسلام بدر، عاد إلينا هاتفيا. إسلام، كنت تحدثنا عن الوضع، عن الاشتباكات وكذلك عن الوضع الإنساني عندكم في الشمال. نعم وائل، نعم وائل، نحن نتحدث عن اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور اشتباك قوات الاحتلال الإسرائيلي المتعددة في منطقة الخزندار غرب مخيم جباليا. قبل قليل أعلنت كتائب القسام عن انفجار مباشر بآلية من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي أو تفجير هذه الآلية، حيث قامت كتائب القسام باستهداف هذه الآلية، إضافة إلى إعلان قمص جنود في بلوك 1 و2 وهي منطقة إلى الجنوب من مخيم جباليا. هذا عدا عن أيضا اشتباكات ضارية في منطقة تل الزعتر، وبالتالي جميع مناطق التوغل الإسرائيلية هي مناطق تخضع لاشتباكات ضارية الآن بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي. وبطبيعة الحال المشهد في بقية المناطق في مخيم جباليا شهد تصعيدا خطيرا خلال الساعات السابقة، حيث صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من الغارات بما في ذلك الأحزمة النارية في منطقة الخزندار والكرامة والمخابرات، حيث قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ غارات عنيفة خلال اللحظات الماضية، وأيضا استهداف أحد المنازل في منطقة التفاح كذلك قبل قليل. وبالتالي الغارات الإسرائيلية في محيط مخيم جباليا وكذلك في حي التفاح وأيضا في مدينة غزة يأخذ منحنى تصاعدي في الحقيقة، وليس منذ الساعات الماضية فقط، لكن منذ بدأنا الأسبوع الثالث من هذه الحملة العسكرية الإسرائيلية على مخيم جباليا، أي منذ يومين، ومنذ استدعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي لمزيد من التعزيزات لجنوده هناك، حيث أعلن أنه استدعى لواء جذعاتي، نشهد تطورا لافتا على الأرض على صعيد محاور التوغل وتعزيزها، وعلى صعيد أيضا العمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث خلال 48 إلى 72 ساعة سابقة جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل إلى منطقة زايد والمستشفى الإندونيسي ومحيط تل الزعتر، وأيضا عمق من توغله في المناطق الغربية في مخيم جباليا. ولكن في مقابل هذا التمدد على صعيد التوغل شهدنا أيضا تمددا على صعيد إعلانات المقاومة الفلسطينية التي أعلنت عن جملة من العمليات العسكرية باستهداف الآليات. اليوم كان لافتا جملة العمليات التي تم إعلانها ما بين استهداف آلية مدرعة وأيضا قنص عدد من الجنود، لذلك يمكن وصف اليوم باليوم الأكثر سخونة منذ بدء هذا التوغل على صعيد عمليات المقاومة وانتشارها، وهذا اللافت أيضا حيث شملت جميع مناطق التوغل والاشتباك، مع الإشارة دائما إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في فرض حصار خانق على شمال قطاع غزة ولا زال يمنع إدخال المساعدات. فقط أشير إلى الاستهداف الذي تحدثت عنه قبل قليل، الآن سيارات مدنية تنقل عدد كبير من المصابين والشهداء نتيجة استهداف منزل لعائلة القطاع خلف مسجد المحطة في حي التفاح. طبعا المشهد الذي يتكرر دائما هو عمليات أو محاولات انتشال لعدد كبير من المصابين الذين تبدو إصاباتهم صعبة، بسيارات مدنية الآن يتم انتشال هؤلاء المصابين. أنا أشاهد الآن 5 مصابين على الأقل بينهم أطفال وجميعا غائبين عن الوعي، لذلك يبدو أننا بصدد الحديث عن استهداف كبير وخطير لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وهناك أيضا سيارات أخرى، هذا 3 أو 4 سيارات قدمت الآن، هذا عدا سيارات الإسعاف التي لم ترجع بعد من مكان الاستهداف. المكان هو في حي التفاح في خلف مسجد المحطة، وهذا ما كنت قد تحدثت عنه عن هذه الغارة التي تأتي بالتزامن مع تشديد الغارات وتجددها على جباليا شمالي القطاع. نعم، وأنت تتحدث معنا يا إسلام، كتائب القسام تورد أن مقاتليها دمروا ناقلة جند إسرائيلية من نوع نمر بعبوة شواظ من محطة الخزندار شمال غرب مدينة غزة. تماما، هذه الاشتباكات الضارية التي كنت أتحدث عنها والإشارة التي جاءت في هذا البلاغ أو في التفاصيل، أننا نتحدث عن منطقة الخزندار وهي منطقة تعتبر
من المناطق التي يمكن وصفها بالخطوط الخلفية لتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى أن رأس التقدم الإسرائيلي أو التوغل الإسرائيلي في حي الفالوجة باتجاه جباليا. لكن هذا الاستهداف الذي أعلنت عنه كتائب القسام يأتي في منطقة الخزندار في الشمال الغربي قريبا من شاطئ البحر، عميقا في سلسلة التوغل الإسرائيلية. هذا يعني أن مقاتلي القسام استطاعوا النفاذ إلى الخطوط الخلفية لجيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدافهم بهذه العملية. لكن أعقب هذا التفجير على ما يبدو، إذا ما أردنا أن نربط الأمور ببعضها، بما أن كتائب القسام أعلنت عن هذا الاستهداف في منطقة الخزندار، جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل نفذ أحزمة نارية في محيط الخزندار، منطقة الكرامة ومنطقة المخابرات وأيضا في الفالوجة، يبدو ردا على تنفيذ هذه العملية من قبل المقاومة الفلسطينية. طبعا هذه المناطق أخليت من السكان خلال الأيام الماضية بفعل ضراوة القصف الإسرائيلي، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي عادة ما يقوم بإجراءات توصف هنا بأنها عقابية، بمعنى المنطقة التي يستهدف فيها جنوده يقوم بتعميق حجم التدمير فيها بشكل كبير جدا، وهذا يبدو ما فعله خلال هذه الغارة الإسرائيلية. في الواقع إسلام، هذا كان سؤالي التالي، مع كل هذا القصف العنيف والاشتباكات وخطط الجنرالات التي تنفذ على الأرض الآن كما تسمى، ماذا يفعل الأهالي بأنفسهم؟ إلى أين ينزحون؟ ما يجري الآن هو قلة الخيارات عمليا في موضوع النزوح، بمعنى أن جباليا مغلقة اليوم الثاني أو الثالث من هذه العملية، لا يستطيع أحد الدخول أو الخروج، وبالتالي المناطق التي فيها اكتظاظ سكاني تبقى كما هي عليه. في حالة طبعا تقدم الآليات الإسرائيلية وتشديد القصف المدفعي كما حصل خلال اليومين الماضيين مثلا في تل الزعتر التي كانت مسكونة بمعظم أهاليها إلى وقت قريب، يضطر هؤلاء الأهالي إلى النزوح باتجاه مشروع بيت لاهية ومدينة بيت لاهية، وهي المناطق الآن المكتظة بشكل كبير للغاية، لكن يبقون في حدود محافظة شمال قطاع غزة. مشروع بيت لاهية هو في الناحية الشمالية الغربية لجباليا، وهو يحتضن أيضا مستشفى كمال عدوان. هناك يتواجد الأهالي بشكل كثيف خلال الفترة أو اليومين الماضيين، مع اضطرارهم لترك بعض منازلهم في تل الزعتر وفي قلب مخيم جباليا مع اشتداد القصف الإسرائيلي العنيف الذي تقريبا لا يتوقف. دعني أشير لأن هناك مناطق يمكن القول أنها أصبحت خالية من السكان تباعا، اضطر الأهالي منها للنزوح تحت طائلة القصف الإسرائيلي والمدفعي وتواجد الآليات أيضا بشكل مباشر، حيث مثلا منطقة الخزندار، منطقة الإتوام، منطقة العمودي، وأيضا منطقة بئر النعجة ومعظم حي الصفاوي. هذه المناطق التي نفذ بها جيش الاحتلال الإسرائيلي الغارات قبل قليل هي منطقة يعني عدد السكان فيها تقريبا صفر، لأنهم نزحوا إما باتجاه مدينة غزة خلال الأيام الماضية أو باتجاه طبعا المناطق الأخرى. لكن دعني أشير أيضا في هذا السياق إلا أن عدد كبير من الأهالي لا زالوا محاصرين، بمعنى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وصل إليهم بالآليات لكن لم يستطع هؤلاء الخروج، وبالتالي بقوا محاصرين، مع أن الآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في الشوارع أمامهم، وهؤلاء طبعا يتعرضون إلى القدر الأكبر من الخطر الشديد. عدد من هذه الأسر يتعرض إلى القصف أو حتى تجريف المنزل عليهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. هناك أيضا نقطة في موضوع النزوح، حيث جيش الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى عملية تهجير قسري بالإجبار كما فعل يوم أمس مع عدد من النازحين في مدارس المحيطة بالمستشفى الإندونيسي، حيث جمعهم وقام بفصل النساء عن الرجال، اعتقل بعضهم بعد تحقيقات ميدانية، ثم أمر الجميع من بين الدبابات للتحرك باتجاه مسار معين، وهو طبعا باتجاه شارع صلاح الدين. توجه هؤلاء إلى مدينة غزة وانحازوا شرقا أو عفوا انحازوا غربا عمليا باتجاه حي التفاح شرقي مدينة غزة، ومنه إلى مدينة غزة، وهم يقدروا بعديدهم بالآلاف. هذه هي الخيارات المتاحة بالنسبة لموضوع النزوح، ولكن ما يزيد النزوح صعوبة وإل هو الوضع الإنساني الصعب
قلة الموارد الغذائية وحتى مياه الشرب في ظل استمرار القصف الذي لا يرحم شيئا، وأيضا في ظل منع إدخال المساعدات بشكل كامل إلى جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون. كثير من المعلومات، شكرا لك إسلام بدر بشمال قطاع غزة.